يستضيف المركز التجاري العالمي في دبي معرض جايتكس شوبر، وهو الحدث الأكبر للإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة، وتمتد فعالياته حتى السبت المقبل 8 أكتوبر الجاري بمشاركة عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية. الزميل سامر لواء الأماني حضر الافتتاح وعاد بهذا التقرير. لقطات تذكارية تدون لحظة انطلاق معرض جايتكس شوبر دورة خريف 2016. فقد استضاف المركز التجاري العالمي بدبي دورة هذا العام بتقديم 35,000 منتج من أحدث التقنيات والإلكترونيات الاستهلاكية وبأسعار متميزة وضمن عروض ترويجية لا نظير لها، فضلا عن تقديم مجموعة واسعة من الجوائز في الدورة 26 من عمر هذا المعرض. أنا سعيد أن أكون جزء من خلينا نقول هذه الاحتفالية، مثل ما تقول صاير كأنه مهرجان للمستهلكين الشوبر. سعيد اني اكون جزء من خلينا نقول فعاليه الافتتاح، يمكن هذه ثالث مره انا افتتح الشوبر، واعتقد انا سعيد جدا باللي اشوفه. اليوم نشوف احنا اكثر من 35,000 يمكن منتج موجود، تم خلينا نقول باكجينج بحيث انه يسرع عمليه المبيعات بالنسبه لتجار قطاع التجزئه. اعتقد اليوم المعرض نفسه تطور بحيث اصبح فعالية ترفيهية أكثر من خلينا نقول بيع مبيعات، يمكن أصبح مفيد للطرفين أو win-win situation بالنسبة للتاجر أو الريتيلر وبالنسبة للمستهلك. أعتقد اليوم تجربة شراء جميلة جدا بالنسبة للمستهلك، بحيث أنه يدخل هذا المعرض ويستمتع بالعروض اللي موجودة، سواء كانت هذه العروض عبارة عن عروض مبيعات أو عروض على المنتجات أو المسابقات اللي موجودة، المسابقات الترفيهية اللي موجودة. أعتقد المعرض انتقل الى مرحله مختلفه، واعتقد ان هذه يعني اضافه ممتازه فيما يتعلق بالترويج لقطاع التجزئه في دوله الامارات وفي اماره دبي بشكل خاص. وبدا الزوار بالتوافد الى قاعه الشيخ سعيد والارينا في مركز دبي التجاري العالمي عقب الافتتاح، مستفيدين من احدث العروض الترويجيه على الهواتف الذكيه والحواسيب المحموله واللوحيه والاجهزه القابله للارتداء والتلفزيونات والكاميرات وغيرها. في الحدث الذي يذخر كذلك بكثير من الأنشطة الترفيهية والفعاليات التقنية المثيرة للاهتمام، مثل مسارات تعاقب المنتجات والسحوبات على الجوائز. هاي السنة جايتكس جايبه كثير اشياء جديدة. عندنا أول شيء أكبر شاشة بالشو اللي هي 100 إنش ليزر كاست، تكنولوجيا جديدة ما في منها غير ستاندات بهالمعرض. عندنا كمان ال LCD سكرين بأكثر ليفل وضوح اللي هو 8K، مش 4K مثل البقية كلها، ال 8K اللي بس هايسنس عندها اليوم. وكمان عم نعرض موديلين تليفونات جديد اليوم عم نعرضهم لأول مرة بجايتكس، الهايسنس إليجنس والهايسنس فيث، اللي هن الاثنين باكج فيتشرز من أحدث ما فيه، وعلى طبعا عروض جايتكس اللي ما في مثلها بدبي بهالفترة. واستقطب جايتكس شوبر 2016 عددا من أبرز العلامات التجارية العالمية وشركات تجزئة محلية وإقليمية لتقدم على مدى أيام المعرض الثمانية أهم وأحدث المنتجات وبأسعار تنافسية. رغم ما حدث بالاقتصاد الأشهر الأخيرة، قطاع الإلكترونيات شهد تطورا مستمرا وثابتا، والمنتجات الجديدة التي نراها تابعت تقدمها خاصة في الإمارات، ونتوقع نموا بين 8 إلى 10% في جايتكس هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، ونتوقع انتهاء السنة الحالية بشكل إيجابي. وأكد المنظمون أن الحدث يحظى بأهمية كبيرة في أوساط قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية والمستهلكين، وأنه لطالما مثل أحد أبرز الأحداث المرتقبة على أجندة فعاليات دبي. مشاركات هامة وحضور ملفت للانتباه من خلال أولى ساعات معرض جايتكس شوبر لهذا العام، محققا بذلك استقطابا لعدد كبير من المشاركين واستقطابا وثيقة كبيرة من المستهلكين الذين قدموا في أولى ساعات هذا المعرض. لأخبار الآن، سامر لواء الأمانة، دبي.